في مثل هذا اليوم الفضيل الشريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه وآتى كل شيء حقه وكل مخلوق رزقه، وكان الله سميعا بصيرا ولا يظلمون نقيرا، وصلى الله على من استخلصه في القدم على سائر الأمم وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الذين علاهم بتعليته فجعلهم بمنزلته ومواضع رسالته ومساكن ولايته، وأذهب عنهم كل رجس ودنس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأوصاكم بالتقوى وجعلها منتهى رضاه وحاجته من خلقه، فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقلبكم في قبضته. إن أسررتم علمه، وإن أعلنتم كتبه، قد وكل بذلك حفظة كراما لا يسقطون حقا ولا يثبتون باطلا. واعلموا عباد الله أنه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم. قبل يومين مرت علينا ذكرى المبعث النبوي الشريف على صاحبه آلاف التحية والسلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ويقول عز من قائل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. رسول من أنفسكم هو خطاب للناس لا لخصوص المؤمنين، بقرينة قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رسول الإنسان إلى الإنسان، الحريص على الإنسان، عزيز عليه بقاء الإنسان في عنة ونصب وتعب لبعده عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذن هو القائد لمسيرة الكمال الإنساني، لذلك زوده الله تبارك وتعالى بأكثر الصفات والخصال تأثيرا بالناس أجمعين، لكي يتمكن من أن يتجاوز كل حدود اللغة والعرق والعصبية القومية والعشائرية، ليحمل رسالة عالمية. فكان على خلق عظيم، لأن الأخلاق هي التعامل الذي يؤثر في نفوس الناس أجمعين دون أن يسألوا من أنت وإلى من تنتمي ومن الذي تمثله وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه طبيعة
جبلت عليها النفوس البشرية، ولما أراد الله تبارك وتعالى للإسلام أن يكون خاتم الرسالات للناس أجمعين، فإنه مكن رسوله الكريم من قدرة التأثير في الناس أجمعين من خلال أن يكون على خلق عظيم، فلم يحمله إعجازا يبهر جماعة دون أخرى أو تستسلم له منطقة أو عرق أو قوم دون آخر كما في سيرة الأنبياء من قبل، إنما جعله بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الحنو، هذه العاطفة، هذا الخلق الإنساني الرفيع الذي استطاع من خلاله أن يحول عتاة العرب وقريش من رجال لا تأخذهم شدة ولا قسوة ولا لين إلى صحب تفيض أعينهم بالدمع من خشية الله. هذا هو الإنجاز الحقيقي، هذا هو التغيير الحقيقي، عندما تبدل الإنسان من طبيعة دونية أرضية حيوانية بهيمية إلى طبيعة إنسانية ملائكية تعيش الأخلاق والحب والحرص والاهتمام بالآخر، فيفيض قلبك بكل هذه المعاني فتصبح إنسانا ربانيا على هدى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. صل على محمد وآل محمد. هذه العناية العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس أجمعين إلى حد أن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، راح تروح تطلع نفسه من 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 جنبيه من شدة إنه قلبه على الناس، همه هداية الناس، حرصه أن لا يدخل النار أحد. هذا منطق. والمنطق الثاني الآن الذي طبل له وزمر في العالم، جئتكم بالسيف، جئتكم ذباحا، جئتكم قتالا. شوفوا كيف يعني لا يراد لهذا النبي أن تتعرف عليه الناس والبشرية، لأنه حتما سيدخل إلى عقولهم وقلوبهم. يريدون لهذا الإسلام المشوه، لهذا الإسلام المصطنع المختلق المدبر الأموي أن يكون هو واجهة الدين في العالم. لذلك مكنوا بعض الممالك والدول أن تنفق الملايين لترويج هذا النوع من الدين، فصرنا مثل ما شايفين مكروهين، وصرنا مقرونين، اسمنا مقرون بالعنف بالإرهاب بالدم. مع أن نقول التاريخ، هلا التاريخ مش البعيد، التاريخ القريب، يعني أوروبا قبل في عصر السيطرة بسموه عصر الظلمات، كل هذه الفظائع كانت ترتكب في إسبانيا، كانت ترتكب في دول عادت العلم والعلماء وأقامت المحاكم التفتيش واستخدمت أبشع أنواع القتل. اسألوا الاستعمار في الجزائر، اسألوا الاستعمار في انقلبت الصورة تماما، صاروا هم الحضارة والحضاريين ونحن المتهمون اللي يجب أن ندافع عن أنفسنا ليل نهار، نقول لهم يا عمي لا لا والله نحن أبرياء، نحن مسالمون، نحن حريصون حتى على جلباب النملة أن نسلبها. ولكن هذا الذي يريدونه، ولقد عملت الوهابية على أن تكون في خدمة المشروع الاستكباري لتشويه هذا الدين، ولا من يسمع عن هذا النبي ولا يؤمن به، لا أقول يؤمن، لا يحترمه، لا يقدره، لا يضعه على عينه ورأسه. طب بينما وقت اللي تنقل في كتبهم روايات أنا وأنت بنستحي منها صراحة، والآن
فضائيات مخصصة لنشر هذا الأمر، في صحيح فلان وفي كتاب فلان، والعياذ بالله مسائل أخلاقية حتى، يعني أخلاقية يعني لا يقبل بها أحد غير قضية التقتيل والتعنيف والحروب بالآخر. نعم نحن نعترف ونقر، مش من الناس اللي بدهم يقولوا أنه يعني رجل مسالم إلى حد أنه لم يغزو ولم يحارب. نعم لقد جابغ أعداءه بالسلاح، ولكن في جبهة الحرب الذين أصروا على منازلته نازلهم، وعلى محاربته حاربهم. أما في الحياة الاجتماعية في العلاقات مثل ما بنقول نحن هون الكوميونيتيز، يعني علاقة المجموعات الاجتماعية مع بعضها البعض، لم يعاقب، لم يحاسب، لم يرفع، وهو المشهور عنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل مكة فاتحا وقال صاحبه اليوم تسبى الحرمة، كان رده الشهير اليوم شو؟ اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. هذا كلام الفاتح المنتصر الذي عانى معناه من قريش، وتوقع الناس أن ينتقم لمعاناته، ولكنه قال لهم قولته الشهيرة صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل بيت فلان فهو آمن. هذه الآن اللي يسموها شريعة حقوق الإنسان، إذا طلب اللجوء إلى بلد أو إذا كان من أسرى الحرب، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها قبل جنيفا كونفنشن بمئات السنوات. من الذي علم من؟ ومن الذي هدى من إلى احترام الإنسان والحفاظ عليه؟ بينما الآن شبابنا وبناتنا شو بتعلموا؟ لا، أن الحضارة والاحترام والإنسان نشأ في أوروبا ونشأ في أروقة نيويورك، ولسنا إلا شعوبا تعيش الهمجية والصراعات المذهبية والقبلية والتعنيف وما شابه. وهو الذي بكى يهوديا يشيع إلى قبره وقال له صاحبه أتبكي على يهودي مات؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم إنما هي نفس فرت مني إلى جهنم. يعني لاحظوا حتى هو وحتى لو ما كان من دينك، ولكن أنه هذا نفس الإنسان، يعني يحزن على فقد طير، بعض الأحيان يكون عنده طير بالبيت، فلماذا لا أعيش هذه المشاعر حتى اتجاه الآخرين؟ وهو المجيب زوجته خديجة الكبرى رضوان الله تعالى عليها حينما نزف دما بسبب اعتدائهم عليه، عندما كان يدخل إلى بيته مدمر الرأس والقدمين، فقالت له دع الدم يقع على الأرض، يعني ليش حابس وحريص عليه؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم أخشى أن يغضب رب الأرض على من عليها، لا أريد حتى بسبب جراحاتي أن يغضب رب الأرض، أن يغضب الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين سببوا لي هذه المعاناة وهذه المأساة. إذن هو المستحق أن يرسله الله رحمة للعالمين وليس لخصوص المؤمنين، وهذا ما ورد في قوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولكي يتحقق هذا الهدف أيها الأحبة، نحن الرسل الممهدون لهذه الفكرة. ليه؟ لأنه ببلد الأم أنت لا تبيع التمر في هجر، هو كلها نخل، يعني لا تريد أن تعرف الإسلام على أهل الإسلام، لأنه يقول لك نحن بنعرف مثلنا مثلك. الفرصة الحقيقية هي هنا في المجتمعات المتعددة المشارب والمذاهب والاتجاهات، والتي توفر لك
جيرانا وأصدقاء وزملاء دراسة وزملاء عمل من ديانات أخرى، من مذاهب أخرى، من مشارب أخرى، هم يريدون أن يقرأوا الإسلام من خلالك، من خلال تصرفاتك، من خلال شخصيتك، من خلال حجابك، من خلال صدقك وأمانتك، حتى يقولوا طب ليش أنتوا مختلفين عن بقية الناس؟ مش كل الناس زي لهم تشتغل وتحافظ على وتتعلم وتحافظ، ليش أنتم عندكم بسموها added value، يعني القيمة مضافة في حياتكم؟ فتجيبون كما أجاب أولئك الذين عاشوا في زمن الصادق عليه السلام: لقد أدبني جعفر بن محمد فأحسن تأديبي، يعني لقد حصلت على تعاليم وإرشادات من هذا الدين العظيم، من هذا الرسول الكريم، جعلت مني إنسان نعم أتميز على بقية الناس، أسابقهم على حسن الخلق وعلى أداء الأمانة. بينما اليوم وقت اللي وأنا هذه قلت عدة مرات، يعني مش بس في هذا المسجد، أنه قلت لهم ممازحا يعني، ولكن في لها رسالة، قلت لهم ممكن رجال الشرطة آخر ناس بيأصلنا، فقالوا ليش؟ قالوا أنه هذا عندما يلبي اتصالات مشاكل العائلية والزوجية ويكتشف أنهم مسلمون، وأن الرجل الذي عنف زوجته مسلم، وأن المرأة التي شكت زوجها وأخذ معتقلا أمام أولاده مسلم، فرح يقول طب هو لو كان عندهم شيء مختلف، يعني لو كان عندهم توصيات وتعاليم تضبط العلاقة الأسرية ما كنا دائما رايحين جايين على بيوتهم. وهكذا في اللي بيشتغلوا كتربيير سوسيال أو بيشتغلوا في المجال الاجتماعي، عندما يكتشفون أمور كثيرة، أنه هذا يدعي أنه مطلق حتى يأخذ فلوس ويطلع مش مطلق، وهذا يقول نعم أنا مطلق، شوي ثاني زوجته بتكون حامل، بيقولوا كيف مسلمين وهي تحمل، بعدين بيصير يدخل في مسألة الغش والكذب والكذا والأخذ. فلا ينقضح في أذهانهم أننا متقدمون أخلاقيا على الآخرين. لذلك مهمتنا هنا أصعب وأشد وأخطر من مهمة أي مسلم آخر في أي بلد آخر، لأنه ذاك وزره على نفسه، بيخطر هو كشخص. أما هنا لا، هنا يستغلون، وأنتم ترون الإعلام كيف يستغل، مجرد أن يكون اسم مسلم يحول القضية إلى قضية عامة، يتكلمون عن أصوله وعن عراقه وعن ارتباطاته لكي يشوهوا كل البيئة التي ينتمي إليها بشكل أو بآخر. لذلك عمل المشركون في بداية البعثة المباركة على تشويه صورته صلى الله عليه وآله من خلال نعوت وألقاب أطلقوها عليه، وبعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله جاء الخوارج عن الأمة ليكملوا هذه الطريق، طريق التشويه، من خلال المزيد من التشويه من داخل الأمة، من خلال اتخاذ المواقف المتشددة والدعوة إلى تنفيذ الاغتيالات لمن عارض وخالف، والاشتراك في حروب عديدة من حروب الردة وغيرها. فبدأ حالة الانقضاض على هذا الإسلام الطري العود من خلال هذا التشويه الذي بدأ يرسم سيرته. فصار بده يطلع الآن على الإسلام ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مباشرة بده يتحدث عن اغتيال الخليفة الفلاني، وعن نزع الإمامة والخلافة، وعن الصراعات وعن النزاعات، والتي بيّنت أن هناك من الناس الذين ادعوا دخولهم الإسلام يتربصون الفرص ويتحينون الحين لكي ينقضوا على هذا الدين من جديد. ولذلك نجد في واقعنا أيضا من هؤلاء الذين ساهموا إسهاما كبيرا في تشويه هذا الدين من خلال الممارسات التي لا يقبلها العقل الإنساني ولا الحس الإنساني بأي شكل من الأشكال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بفضل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهرة وعلى أئمة المسلمين علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمي الفداء. اللهم هؤلاء أئمتي أئمة الهدى وصبيح الدجى وعلام التقى والعروة الوثقى بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك ماحي السيئات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في مثل هذا اليوم ذكرى عزيزة وعظيمة علينا أن نعمل على أن تبقى حية في قلوب الأجيال لأنه قد يحتاجونها كثيرا في تفتيشهم عن نموذج للقيادة الإسلامية في عصر الغيبة عن المرجعية التي استطاعت أن تواكب الحياة وأن تجيب على أسئلة العصر وأن تقدم أطروحة فكرية فلسفية تجيب وتناهض الأطروحات المادية الأخرى. إنها ذكرى شهادة آية الله العظمى المفكر والفيلسوف الشهيد السعيد السيد محمد باقر صدر وأخته العلوية رضوان الله تعالى عليهما. جيل الكبار من الأخوة والأخوات الحمد لله اطلعوا على هذه اللون. الآن في عنا فراغ ونقص في الجيل الصاعد يعني ما لم يتسنى لهم أن يتعرف. لذلك المطلوب الندوات والمحاضرات ونشر الكتب بمختلف اللغات لتعريفهم على هذه الشخصيات العظيمة الجامعة لعلوم الدين والدنيا والمؤسسة لأطروحة إسلام حركي حي لا يقدم لا يقبل بالخرافة ولا يرفض العلم ولا يجافي الواقع إنما إسلام اللي فعلا خافوه وهابوه فعملوا على التخلص من قياداته ومفكريه. أما إسلام الخرافي بالعكس الآن يحظى برعاية دولية وتفتح له العواصم الأبواب. ليه؟ لأنه بيعرف أنه لن يستقطب من الأمة علماءها ومفكريها ومثقفيها، بالعكس سيصب ويدفع بمجاميع الشباب إلى اختيار الإلحاد والابتعاد عن الدين. لذلك المطلوب إعادة هذا الفكر للشهيد السعيد سيد محمد باقر الصدر ولأنموذج أخته العلوية التي قربت الدين إلى النساء وإلى البنات من خلال القصة الأدبية الهادفة من خلال تعدد الأساليب في إيصال المضمون الفكري الذي يخلق مجتمعا متديناً منفتحا على العصر ومنفتحا على الواقع.
وأنا شخصيا عندي حلم، ما بعرف إذا الله سبحانه وتعالى يمد في أعمارنا تحقيقه، هو تأسيس كلية علمية عصرية تجمع بين العلوم المادية والعلوم الأخروية باسم السيد الشهيد محمد باقر. وهذا أضعف الإيمان، أن نكرم هذه الشخصيات من خلال رفع اسمها على الصروح العلمية التي يمكنها أن تخرج الأجيال في هذا الخط وفي هذه المسيرة إن شاء الله تعالى. وأيضا من خلال طرح ما نواجهه في حياتنا اليوم، سيما في مقاطعة كيبيك، وقد قلت في خطبة الجمعة الماضية أننا لعلنا لم يمر علينا في 20 أو 30 سنة الأخيرة تحديات بمثل هذه التحديات، لأنه أنت عندك في نفس الوقت والآن مشروع التربية الجنسية، وعندك مشروع منع الرموز الدينية، في عندك مشروع علمنة الدولة، وبالتالي يعني الـ 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 الأمور كلها تتجه باتجاه يعني نوع من تغيير التعاطي السابق الذي حفظته يعني شريعة المواطنة إلى معاملة جديدة تقوم على أساس أنه اعتبار الحجاب رمزا دينيا. وقد بينت في الماضي أنه ليس رمز، لأن الرمز ممكن أن يتخلى الإنسان عنه، يعني يقول لك مثلا إذا أنتم المسلمين رمزكم الهلال، ما تخلي هلال على سيارتك أو على باب بيتك، جيد نشيل الهلال ما مشكلة. يقولون للمسيحي مثلا شجرة الميلاد رمز ديني ليست عقيدة، ممكن تتخلى عنها وتخلي، يقول نعم أقبل. وهكذا بقية الشعارات، مثلا اليهود عندهم هذا الشمعدان وغيره، ولكن لماذا اعتبر الحجاب رمزا دينيا؟ الحجاب ليس رمزا دينيا، الحجاب وظيفة دينية، تكليف، يعني كما تصلي وتصوم هي تتستر. فهل تستطيع الدولة التي فيها في شرعة حقوق المواطن حق أن يحفظ دينه وأن يمارس شعيره بحرية أن تفرض لأنك محجبة ممنوع أن تعملي في هذه الوظيفة أو أن تكوني في الأمكنة العامة الحكومية؟ هذا خلاف الشرعة حقوق، ولذلك الاعتراض سيكون اعتراضا حضاريا من خلال كتابة اللوائح الاعتراضية ومطالبة السياسيين بإعادة النظر في الأمر، ومن خلال الدعوة إلى التظاهر التي يمكن تحفظ على دعوة هذا الأحد ودعي إلى الأحد القادم حتى لا يستغلها أحد، يعني كما عبر أحدهم أنه لا نريد أن نواجه التطرف اليميني بالتطرف الإسلامي، ساعتها نروح نحن نقوله بالنص يعني ما بيكون العلاقة، إنما الأحد اللي مش هيدا القادم بتصير الاعتراض ليس فقط من المسلمين، يعني تأتي كل الجاليات التي لا ترى في ذلك مشروعية لتشترك من المسيحيين واليهود والنقابات وغيرهم، حتى يكون اعتراض المواطنين على مشروع قرار يلحق الأذى والضرر بمجموعة منهم بحرمانهم من الوظائف العامة. فهذا وسيلة من الوسائل. في مسألة التربية الجنسية مازال باب مفتوح لتسجيل الاسم بالبيتيشن المطروحة التي تبناها أحد النواب لكي يسأل يعني البرلمان الكيبيكي لإعادة النظر، طبعا لا يطلبون نسف المشروع إنما تعديله، يعني أعطاء الحق للأهل في أن لا يحضروا أولادهم إلى حصص التعليم الجنسي أو إلى أن يختاروا بديلا مثلا عن هذه الحصص أو أن يختاروا عمرا معينا للتوعية التي تستوعب هذا الموضوع. فإن شاء الله الجميع يشارك، الإخوة والأخوات اللي ما عندهم خبرة واطلاع أكسس على الأونلاين بيتيشن ممكن يطلبوا من أبنائهم من بناتهم المساعدة، وبالتالي أضعف الإيمان إنسان أن يحتاج بلسانه، يعني هذه من جملة الأشياء التي يمكن للإنسان أن يمارس فيها واجب الأمر معروف عن المنكر باللسان، إذا لم يستطع فبقلبه. بلاد حرية، فينا نستخدم لساننا، فينا نعبر، فينا نكتب، فينا نعترض. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وعادكم الله إلى أمثاله في كل عام إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.